مضرب مثل في الفخامة والجمال. كان مقراً للحكم إبان عهد الخليفة العثماني السلطان عبد الحميد الثاني. القصر الأخير للسلاطين العثمانيين هو رابع القصور العثمانية في اسطنبول التي بنيت بعد الفتح الإسلامي. يرجع تاريخ بناء هذا القصر في نهاية القرن التاسع عشر، أي عام 1875، وترجح الروايات التاريخية أنه تم بناؤه عام 1790 في عهد السلطان سليم الثالث كهدية إلى والدته السلطانة مهرشاه. عن قصر يلدز التاريخي نتحدث. قصر عثماني يقع على أعلى تلة في حديقة يلدز في مدينة اسطنبول. منذ زمن السلطان سليمان القانوني في القرن السادس عشر ميلادي اتخذ المكان غابة للصيد والتنزه، وجرى تسجيله في قيود الدولة كأملاك لها. تم بناء القصر أول مرة في القرن السابع عشر في فترة السلطان أحمد الأول، وفي القرن الثامن عشر وخلال فترة السلطان سليم الثالث تم بناء قصر باسم يلدز لوالدة السلطان، ليأتي بعده ابنه السلطان عبد المجيد ويعمر قصراً آخر لوالدته بزم عالم عام 1842 ميلادي. السلطان الشهير عبد الحميد الثاني انتقل للإقامة في القصر في نيسان عام 1877 باعتباره أكثر أمناً، وأطلق عليه اسم يلدز سراي هومايون. وطوال فترة حكمه الذي استمر 33 عام اتخذ القصر شكله الحالي، وكلمة يلدز تعني النجمة، أي قصر النجمة. في عهد السلطان عبد الحميد الثاني تم توسيعة القصر كبيت للضيوف، واتخذه السلطان كمقر للحكومة العثمانية طوال فترة حكمه. وفي عام 1898 تمت توسيعة القصر مرة أخرى عندما تم استقبال القيصر ويليام الثاني إمبراطور ألمانيا. وعند مشاهدة القصر من الخارج ستحتاج مدة طويلة حتى تتعرف على مرافق القصر الخارجية، وأما من الداخل سيستغرق الوقت حتى تتمعن دقة بناء هذا القصر المتقن. وقد أكمله السلطان عبد الحميد الثاني في نهاية القرن التاسع عشر ببناء حديقة كبيرة ومحمية بشكل جيد، وهي عبارة عن غابة جميلة جداً تقع على مساحة 500 ألف متر مربع، وكانت محصورة ما بين منطقة أورتاكوي ومنطقة بشكتاش في اسطنبول والمطلة على داخل المضيق. وكان يطلق على هذه الغابة اسم كازنجي أوغلو، حيث تتميز هذه الغابة بالأشجار المتنوعة التي تم إحضارها من جميع أنحاء العالم، وكذلك بأنواع مختلفة من الزهور الجميلة والنادرة. ويعتبر القصر واجهة سياحية لزائري تركيا، حيث المكان الأكثر لفتاً للأنظار في القصر هي صالة الاحتفالات الفخمة المزينة أسقفها بالألواح الذهبية البراقة وأرضيتها بسجاد مؤلفة من قطعة واحدة وبمساحة 406 أمتار مربع. وكما هو معروف الصالة هذه كانت تستخدم في عهد السلطان عبد الحميد الثاني لاستقبال الضيوف في الأعياد، وذلك بقصد المعايدة. أما مفروشات صالة الطعام المعروفة باسم الصالة الصدفية، وذلك بسبب الأبواب المنقولة إليها من قصر تشيراغان والمكسية بالصدف، تمت صناعتها في ورشة عمل قصر يلدز بأمر من السلطان عبد الحميد الثاني. الذوق الأوروبي حاكم في مفروشات القصر إلى جانب الذوق العثماني، وهو ما يعتبر واحداً من العوامل اللافتة للنظر في ديكورات القصر الجبلي هذا، من مدافئ كبيرة الحجم وكراسي فخمة مزخرفة وطاولات ضخمة ذات خشب متين، عدا عن جمالية أثاثها وإضاءتها. ويذكر أن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان يستقبل زعماء العالم في هذا القصر، وكما أن القصر شهد تصوير عدد من المسلسلات التركية بسبب جغرافيته على شاطئ مضيق البوسفور، كغيره من القصور العثمانية الفخمة التي وضعت بصمة تاريخية في هذا المكان. ويذكر أن القصر تعرض للسرقة والنهب في شهر نيسان من عام 1909، ومن ثم استخدمه السلطان وحيد الدين آخر السلاطين العثمانيين في الفترة ما بين 1918 و 1922، ومن ثم تم تأجير أقسام القصر لبعض الشركات الأجنبية التي حولته بدورها إلى مقاه للعب القمار، ومن ثم تم تخصيص قسم منه لأحد الدوائر العسكرية، كما تم تخصيصه أكثر من مرة لعدة مؤسسات محلية ودولية.
غير أن القصر على طول هذه المدة لم يتعرض للتجديد أو الترميم، إلى أن قررت رئاسة الجمهورية التركية إعادة ترميمه وتحويله إلى مركز لرئاسة الجمهورية على غرار قصر الرئاسة في أنقرة. لبرنامج هلا اسطنبول.